السلام عليكم إخواني وأخواتي جميع المتقاعدين المطالبين بحقوقهم قناة المتقاعدون العراقيون على اليوتيوب. ترحب بكم أجمل ترحيب. لو أول مرة تشاهد الفيديو ندعوك للاشتراك معنا. نحن في هذه القناة نبذل جهود كبيرة في التصوير والمونتاج ونشر مناشداتكم وتغطية التظاهرات المتقاعدين وغيرهم من أبناء الشعب العراقي. اشتراكك معنا يحفزنا لبذل المزيد من أجلكم، وكلما ازداد عدد المشتركين نزداد عزما وإصرارا للمطالبة بحقوق المتقاعدين والوريث والمستفيد والأسرة والجرحى والأرامل والمطلقات والأيتام والرعاية الاجتماعية وطرحها أمام الجهات الحكومية والدولية. أنا محدثتكم شيرين سلطان، مراسل قناة المتقاعدون العراقيون بغداد. قناتكم الكريمة وإلى نقابة المتقاعدين ولكل من ساهم ووقف مع المتقاعدين من خلال احتجاجاتهم ومن خلال مظلومياتهم. اليوم ما يسعنا إلا أن نعزي أنفسنا حقيقة. ما يسعنا كشريحة متقاعدين أن نعزي أنفسنا ونعزي شريحة المتقاعدين بوفاة قانون سلم الرواتب. الرحمة والغفران لشهداء المواد الدستورية للقانون، والخزي والعار لأصحاب القرار. شلون فرحة زفت لكم؟ شلون فرحة زفت لكم؟ شلون فرحة من الحكومة زفت لكم؟ قرة عيون التقاعد زاد 100. شلون فرحة من الحكومة زفت لكم؟ قرة عيون التقاعد زاد 100. انت طالع لي تتبجح؟ لا خجل عندكم ولا بيكم حميه. انت يا مسؤول طالع لي تتبجح؟ لا خجل عندكم ولا عندكم حميه. السلام عليكم. ممكن استاذ هاي المره الثانيه اليوم اشوفك، ما شاء الله خير وبركه. الله يسلمك. يلا سلام عليكم. انت سلام. ما شاء الله الحمد لله. استاذ الحمد لله على السلامه، متابعينك متابعين اخبار صحتك يعني. اي والله لان انت تهمنا. لا وشجاعته ايضا، شجاعته متابعين والله العظيم على كل المتابعين. استاذ العزيز، سؤال بالنسبه للمتقاعدين، يعني صار لهم 5 سنوات او 6 سنوات يطلعون تظاهرات واعتصامات بباب مجلس النواب، ما بهيئة التقاعد، وبالتالي حصلوا على زيادة خجولة يعني اعتبروها البعض أنه 100,000 مقارنة بارتفاع السوق وحاليا والوضع اللي تشوف أنت يعني هاي المنصفة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمتقاعدين يعني شريحة مغبونة، وبعدين كل المسؤولين بالدولة مصيرهم يصير متقاعدين، فلذلك يعني لازم أنه يراعون، وخاصة الفئات اللي طلعت تقاعد خدمت وانتجت بالبلد وضحت وقدمت. احنا السيد رئيس الوزراء يعني كان من برنامجه يقلل رواتب الدرجات العليا ويصعد رواتب الدرجات الدنيا، هذا ما حصل. يعني هذا كان عليه وعد كان المفروض ينفذه. هاي الزيادة 100,000 يعني هنقول مشكورين، لكنه قليلة قليلة، لأنه لا يزال أكو طبقة تأخذ رواتب متدنية، وعلى شريحة المتقاعدين يأخذوا رواتب جدا قليلة، وأكو ناس تأخذ تقاعد كلش خيالي ورقم كبير. فكان المفروض أنه وعد رئيس الوزراء يفي بتقليل رواتب الدرجات العليا، المسؤولين الكبار تتقلل رواتبهم، وفارق السعر هذا يقدر يعالج به الرواتب القليلة. الله يسلمك. هو اسئله هواي بس انت شوفك بخير ان شاء الله. شكرا للاخوان كلهم. شكرا. العراقيين همها الوحيد في بناء حياه افضل للعائله العراقي والمجتمع العراقي، هم الوحيد رفع معاناه الاسرى المتقاعدين، الرعاية الاجتماعية، هم الوحيد في هم الوحيد في كذلك رفع حالات الأيتام، رفع مستواهم، المطلقات، تعالج هموم المجتمع العراقي. الوريث المستفيد
وكذلك المستفيد. يعني احنا لو نلاحظ عدد المتقاعدين حوالي 5 ملايين 3 ملايين متقاعد، الرعاية الاجتماعية جد بالمليون، الأسرى والمستفيدين أرقام كبيرة جدا، حوالي لو نجمعهم بيطلع بالخمس ملايين 6 ملايين. وهي قناة وطنية تعالج واقع اقتصادي، وكذلك هذه القناة خلي ببالكم، هذه القناة تنظر إلى المكونات ولا الثقافات نظرة متساوية واحدة دون تفريق، أي تمتلك هوية وطنية، تمتلك مشروع وطني للشعب العراقي. هاي نقطة. النقطة الثانية، هذه القنوات لها كادر يعالج هموم المواطن، وعندها هويات. المفروض أنا أعتقد بما أن هذه القنوات تنظر إلى المكونات ولا الثقافات نظرة متساوية دون تفريق، وبما أنها تمتلك هوية وطنية ومشروع وطني، المفروض هذه القنوات المشاركين بدل ما 45,000 مشارك أو 30,000 مشارك، المفروض 5 ملايين مشارك في هذه القنوات، لأن تمتلك قرار وطني، وكذلك توصل إلى صاحب القرار في إيصال صوت ومعاناة المواطن العراقي، صوت ومعاناة المجتمع العراقي. أنا أعتقد هذه القنوات المفروض توازي قناة العراقية. قناة العراقية عدد المشتركين حوالي 5 ملايين 8 ملايين، وأكو بعض القنوات قنوات دون المستوى المطلوب، يعني تعالج الرياضة أو تعالج النكات معينة، لكن لاحظ مشاركين فيها حوالي 3 ملايين 4 ملايين، في حين القناة المتقاعدين العراقيين اللي هي قناة مشروع وطني للشعب العراقي، المفروض هذه القناة توازي قناة العراقية، وزيدك علم هذه القنوات توازي قناة العربية، وتوازي قناة الحدث، وتوازي قناة القناة المهمة، توازي قناة مثلا دجلة، أو توازي قناة الرشيد بعدد المشاركين فيها. المفروض هذه في سباق الماراثون قياسات المساقات، المفروض 5 ملايين مشارك في هذه القنوات، و7 ملايين مشارك في هذه القنوات، أي توازي قناة العربية وتوازي قناة العراقية، لأن هذه القناة قناة وطنية، تمتلك هوية وطنية، تمتلك مشروع وطني يخدم المجتمع العراقي ويعالج واقع اقتصادي يهم العائلة العراقية، يهم المجتمع العراقي. نتمنى من إخواننا المتقاعدين ومن الأسرة ومن المستفيدين ومن الرعاية الاجتماعية على قدم وساق المشاركة في قناة المتقاعدين من أجل إيصال أصواتنا إلى صاحب القرار في المجتمع العراقي. وشكرا.